وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من الرؤية ومن أول السطر. النهاردة هنتكلم على كنيسة الرب شاف فيها أنها ضعيفة وقال لها أنك أنت حفظتي كلمتي، وحناخد الكلام اللي قاله الرب عن الكنيسة ديت ونشوفه ونطبقه علينا ونحطه في المكان المظبوط علشان نبقى احنا كمان نعرف نتعلم منه ونبقى نستفيد منه، لان اصل الرسالة دي كلها لينا احنا للوقت اللي احنا عايشين فيه، وجاية من عند الرب مخصوصة ليا وليك، للذين امنوا وللكنيسته. وطبعا ما ننساش الناس التانية، لو ربنا حاطت انك انت ابتديت تتفرج النهاردة على الحلقة ديت وانت ما تعرفش المسيح كويس وما قبلتوش في حياتك ومش متأكد انك انت رايح الملكوت 100%، يبقى الحلقة دي برضو ليك، لان احنا هنتكلم عن الصلاة الربانية وإيه ليه الصلاة دي اللي مش بس للمسيحيين بس، بالعكس الصلاة الربانية دي للمسلمين والهندوز وللعالم كله. للمسلمين يبقى من عند عيسى، والهندوز يبقى من عند المسيح. فيعني ببساطة كده ما بتخالفش أي حاجة من أي معتقدات الناس التانية، إلا إنها بتوجههم للإله الواحد وبتفتح الطريق ليسوع إن يخش قلبهم ويتعامل معاهم. فهي دي الصلاة اللي هي المطلوبة مننا إن إحنا نصليها، بس بقى عارفين معناها وقصدينها كلمة كلمة. وقبل ما نبتدي نتكلم، تعال نقف أمام الرب ونطلب منه إنه يسامحنا، ونطلب منه انه يفتح لنا اعيننا وعلشان نفهم الكتب زي ما هو مكتوب في لوقا في اخر اصحاح: فتح اعينهم ليفهموا الكتب. دول تلاميذ كان معاهم، قاعد معاهم 3 سنين ونص ولسه برضه ما كانوش فاهمين. فهنا هو هنصلي الصلاه وديت علشان زي ما هو فتح عيونهم ليفهموا الكتب، هنفتح نصليها ونطلب من الرب، الرب يسوع اللي فتح أعين تلاميذه اللي عاشوا معاه وقعدوا معاه وأكلوا وشربوا معاه وحضنوا ولمسوه ولمسهم وعرفوا كل حاجة عنه 3 سنين ونص في الأيام دي، زمن طويل قوي، لأن ما كانش فيه حاجات تشغلهم عن اللي هم موجودين فيه، ما كانش فيه تلفزيون، ما كانش
كان الحياة الاجتماعية هي كل مركز حياتهم. فتعالى نسأل الآب: أبونا السماوي نجي لك بشكر، بقلب شاكرين جدا جدا جدا، ومطمنين لحبك، وعارفين انك انت حب إلهي لا يتغير، لأن معرفتك معرفة إلهية لا تتغير، لأنك انت عارف ان حد هيجي النهاردة وهيطلب منك انك انت تفتح عينه ويلمس قلبه، تلمس قلبه وتخش وتقعد زي ما انت قلت: ها انا اقرع من يفتح لي، اتي انا وابي ونصنع عنده منزلا. تفضل يا ابونا السماوي، بارك الحلقة وباركنا وكلمنا النهاردة وعلمنا زي ما انت علمت الرسل. اسم الرب يسوع نصلي، امين. في الصلاة الله الأب الربوية، يعني هي صلاة، ما هيش الصلاة الربوية، اللي هي صلاة مفروض ان احنا نتعلمها احنا، ما هيش الرب بيصلي. الصلاة الربانية الصلاة اللي جت بعد كده وهو قاعد قال لهم لا تأخذهم في المتى، في الإنجيل متى. أما الصلاة اللي هي الصلاة اللي علمها لتلاميذه ابتدت كالآتي، لهم لما تصلوا ابتدوا يقولوا هكذا: أبانا الذي في السماوات. بالعربي بيقول لهم أنتم أولاد الرب، الرب عامل الخليقة دي مخصوص علشانك وعلشان كل المخاليق الإنسانية، راجل أو مرأة مهما كان نوعهم أو جنسهم. أي واحد فينا في العالم كله، من أي حتة، من شبه الجزيرة العربية، من مصر، من أي حتة، يجي يقول أبانا الذي في السماوات، تقدر تقول له إن هو أبوك، لأن هو خالقك، هو عايز يبقى أبوك، مش عايز يبقى العلاقة بينك وبينه علاقة صوم وصلي وعيد الكلام ده 4-5 مرات والحاجات دي وفلوسك ومش فلوسك، كلام فاضي ده. الرب عايز قلبك، الرب عايز يبقى فيه علاقة شخصية. الرب أحبنا إلى المنتهى لدرجة إنه عمل حرب في السماء وعمل كركبة في السماء وهيعمل كركبة على الأرض وهيعمل سماء جديدة. الحكاية كبيرة قوي يا أخوانا. فإحنا هنيجي النهاردة بتواضع نقول له أبانا الذي في السماوات، وعلشان يبقى في تواضع هنقوله ليتقدس اسمك، يعني اسمك حتى مش هنقدر نقوله لان هو مش عارفينه اساسا. يعني في ناس بينطقوا بيقولوا يهوى، في ناس بيقولوا انا هو، في ناس بيقولوا جهوفا، في ناس مش عارفين اسمه، بس هو اسمه قدوس واسمه عظيم، انه يطلع على ألسنة فيها غلط وخرج منها كلام غلط. فكان تمال الألسنة اللي هيتحط عليها الاسم الجديد زي ما هو مكتوب انهم هم هيعملهم ايه، ان ربنا هيحط عليهم اسمه واسم ابيه واسم اورشليم واسمه الجديد، فهيعرفوا اسمه، لان احنا هنكون في حالة تمجد ساعتها، نقدر نعرف اسمه الجديد واسم ابوه، اسم ابي واسم مدينه اورشليم واسمي انا الشخص. زي هيبقى ايه، ناس مخصوصه معينه قوي هتنضم، تبقى شغل عائلي، عائله الرب، هنبقى يعني ابن اولاد الرب. فاحنا عشان كده بنقوله ليتقدس اسمك، فاحنا بنقول بالراحه كده وبنقولها، مش بنقولها ب ب ب بالنظام يعني زي التسجيل، لا، احنا بنقولها ونعنيها يتقدس اسمك، لان اسمه عالي جدا. وبعدين بنقول رب سألنا ان احنا نقول ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض، يعني حكمه اللي في السماء وشغال مظبوط على السماء، وما فيش ملاك بيعمل حاجة من عنده وبيعمل حاجة غلط، او بيأذي ملاك اخوه، او بيأذي ملاك تاني، او بيعمل حاجة اللي هو عايزها، كل واحد بيعمل المفروض يعمله. الانسان مخلوق علشان يتمجد الرب، والانسان يتمتع بمجد الرب ويبقى فيه علاقة فيه. فهي دوت
هي دي اللي احنا عايزين نبتدي فيها. اذا ما كانش في علاقه قبل كده تبتدي النهارده. نشكر الرب على انه جاهز وبيقرع كل يوم. فاحنا بنقول له لتكن مشيئتك، مشيئته تملي مشيئته ليك كويسه. لانه هو كما مكتوب انا عارف خطتي ليك في حزقيال 29:11، انا كل افكاري في عنك ان انا اعطيك حياه ومستقبل، يعني انا وكلها يعني حياه خير وسلام، ما هواش غاوي اذيه، ما هواش يخلق مخلوقات ويؤذيها، انما حتى بيقول ايه النار وجهنم المعده لابليس واعوانه، مش للبني ادمين، معده لابليس واعوانه. وبيقولها انا الباب، الباب الحظيره، يعني كل انسان مش هيخرج من حظيرته الا لما يعدي على جسد يسوع ويروح النار. يقول له انت ما تنفعنيش، انا مش مصدق انك انت جيت من السماء وانقذتني ومش قابل حبك ده حبك، يعني محدش يعمله، مش مصدق ان الرب احبنا الى هذه الدرجه. صدق الرب احبك لهذه الدرجه واعظم، وجاهز وبيخبط على قلبك ومش عايز انك تهلك، ومش عايز يبعتك الى جهنم. عاجه مخصوص علشان تتولد من جديد وتقبل روحه وتتجدد روحك، والتجديد يبقى من جوه لبره، ما هواش تجديد بالتقليد، ما هواش تقلد نعمل ايه نصوم علشان نخلص، لا هتصوم بعد ما تخلص، بعد ما ربنا يديك الحياة الأبدية وتبقى انت ابن، تبقى ساعتها في وقت تصوم وفي وقت ما تصومش. واللي هيقودك في الموضوع دوت مش واحد ولا اتنين ولا مجموعة، اللي هيقودك في الموضوع ده الروح القدس. هتلاقي نفسك مالكش نفس تتاكل زي ما دانيال، محدش قال له صوم، قال له انا كنت صايم لاجل شعبي، صايم يعني كان بياكل بس ما كانش بياكل لحوم، ما كانش بياكل يشرب الحاجه العصير والحاجات الحلوه ما دخلتش بقه، بس كان بياكل وبيشرب، ما كانش ليه نفس حتى في الاكل، كان ياكل يدوق بس علشان يعيش. ان الرب مش عايز موت، الرب عايز يدينا حياه وحياه ابديه. فان هو بنقول له بمخ وتركيز أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، يعني من جيله، وإحنا عارفين إنه هو اسمه عالي جدا، بنقوله يا ريت اللي يحصل في زي ما أنت عايز في السماء يكون هي اللي أنت عايزه في الأرض كمان يحصل. عايزين نمشي الأرض دي كام زي ما هي رغبتك، أنا أول واحد هعمل كده. وهو ده الرب الإلهنا، إنه مش غاوي ناس تشتغل عنده غصب عنها. يعني تخيل انت راجل مهندس وعملت، انا عندي مثلا بكالوريوس هندسه في الهندسه البحريه، ورحت عامل مركب وقلت للمركب دي تاخد البضاعه بتاعتي وتوديها، جت المركب دي ياخد بضاعه عدوي ووديتها، هعمل ايه في المركب دوت؟ اقول لها يا مركب خد بضاعتي وجهزها ووضبها، انا تاخد بضاعتي وتوديها لحته تانيه، تروح راميه بضاعتي وتاخد بضاعه عدوي وتشيلها وتحطها وتوديها في حته وتاذي الناس التانيه، بدل ما تاخد بضاعتي كويسه وتروح توصل اكل وشرب واخبار كويسه للناس، تروح تاخد احمال من الشرير وتروح تعمل فساد في الارض وتزني وتكذب وتسرق. طب انا هعمل ايه في حاجه زي كده؟ لو انا زي ما انا مهندس معايا يبقى انا مهندس خيبان، لازم اشوف لي حل في المركب دوت، يا اما احرقه واغرقه يا اما اصلحه. فاذا كنت انت مركب خربان تعال على الرب يصلحه. انه بيقولك مفيش حد، كلنا اخطأنا واعوزنا مجد الرب. ايه مجد الرب؟ انه تبرير الرب على الصليب دوت مجد الرب. فاذا كان محتاج انك انت تتظبط من جديد وعايز المركب بتاعك يبقى متشال بحاجات فيها بر ليسوع، تعال اطلب منه ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، واعطنا خبزنا كفانا. هنا هو الخبزنا دوت اللي هو جسد الرب، كفانا اعطنا الخبز دوت خبز الحياة اللي هو هيملاك بيه، وهتبقى تاخد حياة، وساعتها المركب بتاعتك هتمشي زي ما الرب عايز.
بالبساطة دي بس تعود وتقول أوكي أنا عايز أبونا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا خبزنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أدم. أول حاجة عملها الرب وطالبها منك إنك أنت تمشي على هذا المنوال، لأنك أنت لما جيت خربان، جيت بخطاياك، جيت بزبالتك، جيت بالحاجات اللي عملتها مسيئة قبل كده في حياتك اللي قبل كده، ومش بس كده، لكن انت وانت بعد لما يديك الحياة هتمشي وتقعد تخبط في صخور وتقع ورب يشيلك ويملاك وينظفك تاني. فعشان كده بيقول مكتوب بيقولك ايه، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المسيئين إلينا. ليه؟ لان انا هو بتبقى انت كده نور، لانك انت زي ما تقول كده هو تعرفت يعني لما تغفر الناس التانيين بتقر وبتقول انا استحق ان انا اغفر لهم، انا لازم اغفر لهم. ليه؟ علشان الرب غفر لي. لو انت مش متأكد ان الرب غفر لك خطايا كتيرة قوي، وخطايا اللي بتعملها قصاد الرب يعني ضد الرب غير خطايا اللي الواحد بيعملها ضد واحد والتاني. فاحنا فعلا عندنا خطايا بنعملها مع بعض، وفي خطايا بنعملها ضد الرب. يعني حتى لو تفتكروا يوسف لما جت مرات الراجل المصري وتقال له تعالى نام معايا، قال لها كيف أصنع هذا الشر العظيم أمام الرب؟ ليه؟ أنا مش عايز أخطئ، لأن الرب يعني ما بيحبش يشوف المصايب دي، ما بيحبش يشوف الحاجات الغلط حتى لو مع واحدة ما هياش يهودية. يعني لأن اليهود كانوا بيعتبروا عالم دول كلاب رغم أنهم كانوا شغالين عند المصريين. فأنا هو بالبساطة دي الصلاة اللي هو ربنا ادانا المثل ليها اللي هي أول صلاة، بعد كده هو بعد كده بتقول أبونا السماوي نشكرك ليه؟ علشان عملت كذا وكذا كذا النهارده. أبونا السماوي نقدم لك الشخص دوت أو نرفع لك المشكلة ده. ما بقاش تكرير للصلاة، الصلاة اللي هي الربانية تكرير كده زي التسجيل، ما هواش إله ما بيسمعش، ده بيسمع. لما بيسمعك بتقول أبدا ده يعني حاجة ما بيمصدش بيها أبدا، بيقول دي عيال متخلفة عقلية، عيال غبية. أولاد ربنا ما هماش متخلفين عقليا ولا أغبية، فلازم يبقى صلاتنا فيها عقل. وبعد كده لما تتكلم معاه يبقى في صلاة ليها معنى، صلاة بتطلب معاها وتضرع، في صلاة تشفعية، في صلاة شكر، في كل صلاتك بتتفرع في كل الكلام دوت. وانت ماشي بالشارع بيبقى تملي، لان الرب لما انت بتقول بيخبط على قلبك وتقول له تخش وتفضل بيجي وهو بيحط الروح والقدس. علشان كده بيقول احنا انيه من فخار جواها حاجات الذهب، يعني حاجات مقدسه اللي هي الروح القدس. فاذا كان الرب بيحط فيك روحك القدوس فبيقول هنا كلمني بشوية ذكاء، كلمني ما تعودش تعيد وتزيد، كلمني واستعمل مخك، انت عايز ايه، انا موجود جواك وحواليك وقدامك. ما تتكلم معايا كلمني بالبساطة. لو انت لسه لو عندك 70 سنة وقبلت يسوع هتبقى زي البيبي، زي الطفل الصغير مش عارف يتكلم. بس بعد لما تكبر في يسوع وتقرأ الإنجيل وتحضر وتدرب مخك وتدرب لسانك ازاي تتكلم مع الآب، هيبقى سهل عليك تقول أبونا اللي في السماء أشكرك. ليه؟ علشان النهاردة وتجهزت لي الغداء اللي أنا كنت جعان فيه، أو أشكرك ليه علشان وفرت لعيلتي الاكل والشرب، اشكرك ليه علشان النهارده استعملتني وقابلتني، ليه اشكرك ليه لان النهارده سمعت صوتك وفي الانجيل لما قريت الانجيل فتحت عيني وفهمتني، اشكرك اشكرك ان هو يستحق الشكر ده مالي. هو ده الرب عايز ناس تجيله بشكر،
مش عايز كل مرة تجي على نادي الزمانات القدس، مش عايز تيجي، عايزك تيجي له بشكر انك انت لما صليت الصلاة دي ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، صليها مرة واحدة وكفاية واغفر لنا، بعد كده تمشي بيها، تمشي بيها تبقى دي في مالكين ليك انت، تشريعاتك الجديدة ان الرب في السماء هو ابوك، لان الرب في السماء عالي وانت على الارض، ان الرب عايز مشيئته اللي في السماء تحصل على الارض وتحصل من خلالك اولا، مش منك انت مستني الرب يجي، ولان الرب موجود في كل حتة، الرب موجود على الارض وعلى السماء وما فيش مكان الرب مش فيه. فالفكرة ان احنا نبقى واعيين بوجود الرب في كل حتة، ولما تبقى واعي زي جوزيف جوزيف ابن يعقوب لما كان في مصر قال انا لا اخطئ امام الرب، لا اصنع هذا الشر العظيم في عين الرب. فهذا الفكرة ان الواحد لما بيجي الرب يخش جوه قلبك بتبقى انت واعي بوجود الرب في كل حتة، وعلى هذا الاساس انت بتبص للكنيسة بتاعت فيلادلفيا اللي بيقول هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح. ملاكن الكنيسة يقول لا انا عارف اعمالك، هانذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا ولا يستطيع احد ان يغلقه. الباب المفتوح باب للسماء على طول، ليه؟ لانه قال لك بعد كده هو ان انا مش هخليك، ساحفظك من ساعه التجربه العتيده التاتي على العالم. وان هو بيقول لهم لانك حفظت كلمه صبري، ان هو في عبرانيين بعبرانيين وعشرة 30 بيقول لهم لي الانتقام انا الرب انا سوف اجازي. دي كلمه صبر، اصبر، خلي الانتقام اللي بيحصل لك في العراق وفي مصر في السودان وفي اي حته فيها اولاد الرب مضطهدين بس علشان نعي اسم الرب، يعني معظمهم مآمنين لان ابوهم مآمن، معظمهم ما عندهمش العلاقة الجامدة مع الرب يسوع اللي يقدروا يواجهوا، بس الرب علشان اسمه العظيم دعية على الناس دي، الرب هيعمل لهم ايه؟ هيديلهم القوة ويبقى واقف معاهم في ساعة التجربة. البنات الصغيرة اللي بيخطفوها بتاع داعش المسلمين دول ويتجوزوهم هم عندهم 15 سنة، سمعت قصة واحدة عندها 15 سنة مسيحية أخدوها وجوزوها غصب عنها وقالوا لها خدي قولي لأهلك إنك مسلمة، أخدت التليفون وكلمت واحدة صاحبتها وهربت. الرب هيقف معاها البنت ديت ويشفي كل التحطيم النفسي اللي حصل عن اعتداءات الهمج اللي بيقول على نفسهم مسلمين، والإسلام طبعا مش لا يدعو للشر دوت أبدا، يعني على الأقل يعني اللي نعرفه. لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. ان هو الرب بيقول ان انا هحفظك من ساعة التجربة العتيدة ان تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الارض. في الرسالة لأهل تسالونيكي الثانية بيكتب لهم الرسول بولس بيكلمهم عن الراجل اللي هيحصل والاوقات دي، وعايز يعني عشان نعرف ان احنا لما بنتكلم على الرؤية نتكلم مش علشان احنا بنحب نقول الايام اللي جاية شكلها ايه، ولا نحب نوري ان احنا ربنا ورانا حاجة محدش يعرفها، دي مكتوب، احنا بنقول الكلام اللي بيقوله الانجيل، ما بنقولش كلام ما بيقولوش الانجيل، ما بنقول ما بنخرفش، ما بنجيبش حاجة من عندنا،
ان هو بيقول لهم: ثم نسألكم ايها الاخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا اليه. يعني ده بيكلم الناس الموجودة وبيكلمك ايام الوقت دوت ولأهل تسالونيكي وبيكلمنا انا وانت دلوقتي في هذه اللحظة اننا هنجتمع اليه. ان لا تتغرغروا سريعا، لا تنزاغوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا ولا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا. يعني في ناس كانوا بيقولوا في الوقت دوت يعني من قال ايه المسيح جه واخد اخد كنيسته ومشي، فبيقول لهم لا الكلام دوت مش مظبوط. بيقول لهم اي ان يوم المسيح قد حضر. يعني الناس اللي يقولوا ان المسيح يوم المسيح جه ومشي ده مش مظبوط. لا يخدعكم احد على طريقة ما، لانه لا يأتي ان لم يأتي الارتداد اولا. اوكي، ايه هو الارتداد؟ اللي هو البعد عن تلاقي الكنائس كلها ضربت وبقت تقول كلام غير الكلام المكتوب في الانجيل، وبقت توفر على الزنا، توفر على الشذوذ الجنسي، تقول معلش، توفر على حاجات وتوافق على حاجات لا يصح. دوت الارتداد. ويستعلن انسان الخطيه. يعني المسيح مش جاي على المجيء الثاني هنا، بيكلم مش على انه ياخد كنيسته ده بس، بيقول بيتكلم على ايه؟ على المجيء الثاني وعنين هيرجع على بيقول انسان الخطيه. يبقى في انسان هيسلم نفسه لابليس كامله، وابليس يعني هيبقى هو ساكن جواه، وقوه الابليس دي هيديها له، وهيبتدي يبقى ايه الملاك العظيم اللي كان ماشي في على النار في جبل الرب، الملاك اللي كان لبسه كله من الماز وحاجات واحجار عظيمه وقدرته وبهائه بيسمينه بيسمينها نجمة الصبح. يعني بتبان رغم شروق الشمس، يعني بتبان وبتشرق، يعني بيبان ان كانها نجمة حتى بوجود الرب. يعني مكان مجدها عظيم جدا جدا جدا. ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى الها او معبودا، حتى انه يجلس في هيكل الله كله مظهرا نفسه إنه إله. أما تذكرون أني أنا وبعد عندكم كنت أقول لكم هذا. وبعدين هيكلمهم بعد كده على اللي هيحصل، إزاي أن الكنيسة هتتاخد، وأن الكنيسة في يوم وفي لحظة ما هتتشال. ونرجع نكمل الأسبوع ده لأن وقتنا خلص النهاردة. وخلينا نقول بركة الرب يباركنا ويحرسنا ويضيء الرب وجهه علينا ويرحمنا ويرفع الرب بسكنته علينا ويمنحنا سلاما، فنجعل اسمه على وجوهنا. والرب يبارككم ويحفظنا غير عاسرين. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهر الدهور. آمين.
المسيح هو الحياة هو الطريق.